لما حاصر العرب المسلمون دمشق، تشاور أهلها فيما يتوجب عليهم فعله تجاه ما ألم بهم، فاستهان كبيرهم بالعرب المسلمين فقال مستهزئا: يا ويلكم، أطمعتم العرب فيكم؟ وحق رأس الملك، ما أراهم أهلا للقتال ولهم خاطرون لي على بال، فلو فتح لهم باب الحصن ما تشجعوا أن يقتحموه. فاندهشوا من كلام قائدهم وردوا عليه قائلين: أيها السيد، إن أكبرهم وأصغرهم يقاتل العشرة والمئة، وقائدهم داهية لا تطاق. وقد توافر لدى العرب المسلمون الأوائل مجموعة من الدهاة الذين أسسوا دولة الإسلام، وقد ضرب بهم أروع المثل في الدهاء والحكمة والفطنة. وقال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه. ولو تعرفنا على بعضهم من خلال سيرهم لرأينا عجبا. المغيرة بن شعبة كان من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة والدهاء، اتصف دائما بأنه حاضر الذهن، فهو كما قالوا المغيرة للمبادهة، والمبادهة هي المباغتة وإيجاد الحل والرد على البديهة. كان داهية من دهاة العرب، وكان يقال له مغيرة الرأي، وكان لا يتشجر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا. وصف قبيصة بن جابر طريقة تفكيره فقال: صحبت المغيرة بن شعبة، فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب ليس لها مفاتيحا إلا المكر لخرج المغيرة من أبوابها الثمانية. وقد روى عنه الطبري قائلا: كان لا يقع في أمرا إلا وجد له مخرجا، ولا يتلبس عليه أمران إلا أظهر الرأي في أحدهما. وله العديد من قصص الدهاء والحنكة، ومنها أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاه على إمارة البحرين، وكان حازما شديدا على أهلها، فاشتكوه إلى أمير المؤمنين فقام بعزله، ولكن قالوا فيما بينهم أن أمير المؤمنين يحبه ويحترمه ويفكر بإعادته إلى البحرين مرة أخرى. وهنا فكر أهل البحرين إنذاك بمكيدة ومؤامرة للمغيرة كي لا يعود لهم مجددا، فجمعوا 100,000 دينار وكلفوا شيخهم بالذهاب إلى أمير المؤمنين. دخل الشيخ مجلس أمير المؤمنين، وكان وقتها المغيرة حاضرا، فتكلم الشيخ مخاطبا أمير المؤمنين عمر وقال: يا أمير المؤمنين، جئتك من البحرين وأهلها يقرؤوك السلام، ومعي 100,000 دينار وضعها عند المغيرة بن شعبة الذي قد سرقها من بيت مال المسلمين، وها أنا أعيدها لك وأنا شاهدا على ذلك. فنظر عمر بن الخطاب إلى المغيرة وقال له: ما قولك؟ فقال المغيرة: إنه لكاذب، فقد سرقت 200,000 دينار وليس 100 فقط، وما هو إلا بسارق مثلي. فقال عمر: وما حملك على ذلك؟ فقال المغيرة: كثرة عيالي وقلة ذات اليد، وها أنا أعترف أمامك بسرقة 200,000 دينار فأخذ الرجل يقوم ويسقط من هول المفاجأة، وقال: والله لم يعطني أي دينارا يا أمير المؤمنين، وهذا المال قد جمعه أهل البحرين للكيد بالمغيرة كي لا تعيده إليهم مجددا. فنظر عمر بن الخطاب إلى المغيرة وقال له: كيف فعلت ذلك؟ فقال المغيرة: هذا الرجل يتهمني بالسرقة وهو يكذب، فأردت أن أخزيه فأخزاه الله. الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أحد فرسان قريش وأبطالها وأذكى رجال العرب،
وأشدهم دهاء وحنكة وحيلة، وكان إسلامه قبيل فتح مكة، وعرف عنه أنه مجاهدا شجاعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويوليه العديد من المهام وقيادة الجيوش. وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبه ويعجبه منطقه، وكان إذا رأى رجلا لا يحسن الكلام كان يندهش منه قائلا: سبحان الله، إن الذي خلق هذا خلق عمرو بن العاص. فقد كان داهية العرب رأيا وحزما وعقلا ولسانا، وتروى العديد من القصص عن دهائه وفطنته، ومنها أثناء حربه وحصاره للرومان في مصر، إذ دعاه قائد حصن بابليون ليحادثه ويفاوضه، بينما أعطى أمرا لرجاله بإلقاء صخرة فوقه لدى خروجه من الحصن، وأعد كل شيء ليكون قتل ضيفه محتوما. دخل عمرو بن العاص على القائد الروماني وجرى اللقاء بينهما. حين خرج عمرو بن العاص في طريقه للانصراف، لمح فوق الأسوار حركة مريبة أيقظت فيه حاسة الحذر، وسرعان ما تصرف بشكل مفاجئ، إذ عاد إلى داخل الحصن بخطوات هادئة مطمئنة وملامح بشوشة واثقة، كأنما لم يفزعه شيئا ولم يثر شكوك أمره. عاد عمرو بن العاص إلى الحصن مرة أخرى وقال للقائد الروماني: لقد تذكرت أمرا وأردت أن أطلعك عليه. إن معي خارج الحصن حيث يقيم أصحابي جماعة من أصحاب رسول الله السابقين إلى الإسلام، لا يقطع أمير المؤمنين بأمرا دون مشورتهم، ولا يرسل جيشا إلا وجعلهم على رأس مقاتليه، وقد رأيت أن آتيك بهم حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعت، ويكونوا من الأمر على مثل ما أنا عليه من بينة. وهنا ظن قائد الروم أن عمرو بن العاص منحه بسذاجة وغباء فرصة العمر، فصمم على أن يسايره ويوافقه على رأيه، حتى إذا عاد ومعه تلك النخبة من الصحابة قضى عليهم جميعا بدلا من أن يقضي على عمرو بن العاص وحده. أعطى القائد الروماني بإشارة خفية إلى جنوده بتأجيل خطته التي كانت معدة لاغتيال عمرو بن العاص، وقام بعدها بتوديع عمرو بن العاص بحرارة أكبر من السابق. ابتسم داهية العرب وهو يغادر الحصن آمنا، وفي الصباح عاد عمرو بن العاص إلى الحصن منططيا سهو جواده على رأس جيشه، ثم قام بفتح مصر. زياد بن أبيه، واحدا من دهات العرب ومن خطبائها المفوهين، قال فيه أبو الشعثاء: كان زياد بن أبيه أفتك من الحجاج الثقفي لمن يخالف هواه. ولد زياد لامرأة يقال لها سمية، وكان ابن أبي سفيان لكن لم يعترف به، وقد اعتمد على نفسه في تكوين شخصيته وأصبح من خطباء العرب. كان من ولاة علي بن أبي طالب، وكان في صفه يوم صفين وقد ولاه عدة مناطق، فلما تنازل الحسن لمعاوية استرضاه معاوية ووعده بأنه سيقر نسبه إلى أبيه، فبذلك يصبح أخو معاوية. وقيل فيه أنه كان يمكن أن يسوق الناس لولا نسبه المجهول، وهو أول من فرض حظر التجول في الإسلام، وذلك لما ولاه معاوية بن أبي سفيان البصرة، وقد ظهر وتفشى فيها الفساد والفسق، فخطب في أهلها خطبة تسمى الخطبة البتراء، وقد سميت بالبتراء لأنها لم تستهل بالبسملة ولم يحمد فيها الله، وهي من أبلغ الخطب، وقد استحسنها الأدباء والمؤرخون، وذلك لما فيها من توعد للمخالفين عن أمر الله، وقد ختمها قائلا: حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا، وإني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف
وشدة في غير عنف، وإني أقسم بالله لأخذن الوالي بالمولى، والمقيم بالظاعن، والمقبل بالمتبر، والصحيح بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول أنجو سعد فقد هلك سعيد، وإنكم أحدثتم أحداثا لم تكن، وإنا أحدثنا لكل ذنب عقوبة. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه اشتهر بالحلم والدهاء والحنكة، مكث في القيادة 40 عاما، 20 منها واليا، و20 منها أميرا، وقد استطاع بفضل حلمه وأناته وحسن سياسته أن يملك قلوب أعدائه قبل ندمائه، وكان يقول لو أني بيني وبين الناس شعرة من قطعت، كانوا إذا أمدوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها. وما هذا إلا لكمال عقله، فقد كان لبيبا عالما حليما، ملكا قويا، جيد السياسة وحسن التدبير. وكان يقول في قومه دائما يا بني أمية فارقوا قريشا بالحلم، فوالله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسعه حلما، فأرجع وهو صديق لي، إن استنجدته أنجدني، وأثور به فيثور معي. وما وضع الحلم عن شريف شرفه ولا زاده إلا كرما. وله قصة دهاء مع زياد بن أبيه حين لاذ رجل مطلوب لزياد للمحاكمة بأمير المؤمنين معاوية، فكتب زياد إلى معاوية يقول أكلما حاولت محاكمة أحد لاذ بك وتعلق بحماك، اللهم إن ذلك من أمير المؤمنين إفسادا لعملي ومحاربة لي. فأجابه معاوية إنه لا يجب أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيصبح شعارنا شعار رجل واحد، ولكن فلتكن أنت للشدة والعنف، ولأكن أنا للرحمة والعطف، فيستريح الناس إلى جانبنا ويطمئنوا إلينا. فسكت زياد بن أبيه وقال ما غلبني معاوية إلا في هذه. ولك أن تتصور دولة فيها أمثال هؤلاء وكلهم مجتمعون تحت راية واحدة، كيف يكون حال هذه الدولة؟